السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ضيوفنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في الجلسة 161 من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفة جلستنا اليوم، المهندسة الاستشارية أزهار القيسي، خبيرة في مشاريع السكك الحديدية في وزارة النقل والاتصالات العمانية سابقا، ومحاضرة في إدارة المشاريع الاحترافية، وخبيرة ومدربة دولية معتمدة من البورد الأوروبي توت في مشاريع النقل والسكك الحديدية. حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد، وشهادة الدبلوم العالي في الإنشاءات من بريطانيا، وأيضاً حصلت على شهادة الـ MBA في إدارة الأعمال. عملت كمدير عام سابق لشركة مشاريع النقل في العراق، وأيضاً عملت كخبيرة نقل ومشاريع سكك حديدية في وزارة النقل والاتصالات العمانية لمدة 10 سنوات سابقاً. حصل على شهادة الـ BMB في إدارة المشاريع الاحترافية، وهي زميلة جمعية المهندسين المدنيين البريطانية وعضو جمعية المهندسين العمانية. شاركت في عدة مؤتمرات عربية ودولية بأوراق بحثية. نرحب بك مهندسة أزهار، ضيفة متحدثة معنا اليوم بمجلس الخنجي، ونبدأ جلستنا معك. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا أخت ريهام، شكرا لمجلس الخنجي لإتاحة هذه الفرصة في تسليط الضوء على مسألة مهمة تخص محافظة مسقط، والعنوان أمامكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو راح يكون حوار بيني وبين الحضور حول أفكار وحوارات في مجال معالجة سيول الأمطار في محافظة مسقط. في الحقيقة هذه مشكلة أزلية لسنوات مضت طويلة. أرى من الضروري أن نجد حلول استثنائية وتفكير خارج الصندوق، خارج صندوق الصلاحيات وطرق إحالة المناقصات، لكي ننقذ مسقط الجميلة بسواحلها وحدائقها وشوارعها وجبالها من هذا السيل الذي يترتب جراء الأمطار، وكيف نحاول أن نلقي الحلول الكفيلة لمواجهة هذا التحدي. الهدف من تصريف مياه الأمطار هو أنه لتحقيق أهداف متطلبات استراتيجية العمرانية ورؤية عمان 2040، والتي ترمي لخلق بنية تحتية مستدامة لأجيالنا القادمة، لأن سيتم سؤال الجيل الحالي من الجيل القادم بعد 10 إلى 15 سنة أنه ماذا فعل الجيل السابق لنا ولا زالت مسقط تغرق بسيول الأمطار. فإذا لا يليق بحضارة الدول عند كل عاصفة مطرية أو سيول تجرف كل شيء أمامها، إضافة إلى توقف حركة المرور في الشوارع وتأثير ذلك على سير الأعمال بشكل عام وعرقلة الحياة اليومية لمؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وبالتالي شل الحركة بكاملها داخل العاصمة، وكذلك طبعا بالنسبة إلى مدن سلطنة عمان الأخرى الولايات. كذلك انعكاس تجمع المياه على البنية التحتية للطريق. البنية التحتية للطريق راح تتضرر، وكذلك أيضا راح تتضرر قسم من الأبنية الموجودة على جانبي الطريق واللي هي بنائها قديم، وبالتالي انعكاس ذلك على الصيانة وما يترتب على ذلك من تخصيصات غير منظورة على الموازنة المقررة وعلى الجوانب الاقتصادية. عليه أنه يتوجب الأمر إعطاء الأولوية الاستثنائية في التخصيصات المالية وإيجاد الحلول السريعة والكفيلة لكي نعالج هذا التحدي الذي له علاقة مباشرة بحركة الحياة اليومية وديمومتها. وهناك أمثلة لدول كثيرة سبقتنا في هذا المضمار، إذ تستمر عندهم الأمطار ليل نهار لأيام متواصلة، وعندما نصحى لا نجد قطرة ماء في الشارع، في لندن، اسطنبول، دول أوروبية.
وأيضا سنرى كيف يجب أن نتعامل مع هذا المظهر الغير حضاري لمدينة حضارية جميلة مثل محافظة مسقط. عناصر العاصفة المطرية نوعين، هي العاصفة المطرية الشديدة الغزارة اللي تعبر عن كمية مياه الأمطار الهاطلة على وحدة المساحة في وحدة الزمن، واللي هي تكون بشكل مستمر ومتكرر في اليوم الواحد لعدة أيام متواصلة. وعندنا أيضا تواتر العاصفة المطرية، أي وحدتها مرة تكون بالسنة أو مرتين بالسنة، وتعبر أيضا عن الشدة أو الغزارة خلال السنة. وعادة دوائر الأرصاد الجوية لديها التسجيلات بالأرقام والبيانات من خلال أجهزة تحسس خاصة بهم لكمية الأمطار الهاطلة ولكل منطقة، وبالتالي المفروض أن تزود هذه الأرقام وكل ما متوفر من بيانات إلى الدوائر المعنية المصممة والمنفذة لاحتساب حجم هذه السيول بالمتر المكعب، ليتسنى تصميم مجاري مياه الأمطار سواء أنابيب أو قنوات مفتوحة، كما في منطقة القرم، لأن لكل منطقة أحجام وسيول للأمطار، وبالتالي سيكون اختيار نوع التصميم للتصريف سواء أنابيب، قناطر صندوقية، قناطر مفتوحة إلى آخره حسب طبوغرافية المنطقة. فبالدرجة الأولى أنه يجب أن نحسب مناسيب كل منطقة وانحداراتها باتجاه البحر. هذه صورة لسوق مطرح، في كل مطرة هو سوق مطرح بهذا الشكل، وتتعرض البضائع ويتعرض المحلات إلى خسائر كبيرة تجرف مع السيول، وبالتالي هي منطقة سياحية على البحر، يعني على بعد خطوات من البحر، ودائما ترسو بواخر للسواح وينزلون السواح في هذه المنطقة، وفي بعض الأحيان تصدف هذه السيول موجودة، وبالتالي هي حالة غير حضارية يجب أن تعالج وتعطى الأولوية الاستثنائية، لأجل أنه الوديان اللي حول سوق مطرح يجب أن يتم إيجاد حلول، وسنذكر قسم من هذه الحلول حول هذا السوق لكي نبدل مجرى هذه السيول من على السوق إلى جانبي السوق، وبالتالي يصب في على انحدار بالبحر. هناك نماذج لتصريف بواسطة قناطر صندوقية، هذه طبعاً بريكاست، وعندنا معامل لصب الكونكريت، وممكن أنه إحنا أن ننتج محلياً هذه الكالفرد، وبعد أن يتم الحفر ونأمن الانحدار اللازم باتجاه تجمع المياه أو اتجاه انحدار السيول. وطبعاً كلنا يعرف طبوغرافية محافظة مسقط أو محافظات سلطنة عمان كلها فيها انحدارات في السيول، فيجب أن نؤمن الانحدار الكافي لجريان المياه والسيول باتجاه البحر. كذلك هناك أيضاً طريقة بالأنابيب، يمكن أيضاً مد الأنابيب، وهذه أيضاً ممكن تصنيعها محلياً، هذه الأنابيب ومدها على بيد من الكونكريت أو من السبيس أو من أي، ولا يخفى على المختصين طبعاً المعنيين بشبكات المياه بهذا النوع من التصريف اللي ممكن أن يتأمن من قبل مقاولين محليين، ومنتاج يعني ما يحتاج لها شركات أجنبية ولا يحتاج لها استيرادات كثيرة، فقط يراد لها حلول وتخصيصات مالية واستثناءات بصلاحيات نخرج خارج الصندوق عن صلاحيات المناقصات الاعتيادية. هذه أيضا أنابيب ممدودة لأجل تصريف المياه بعد أن تم الحفر وتأمين الانحدار وباتجاه البحر، لأنه مياه الأمطار هي مياه عذبة وتختلف عن المياه الصرف الصحي، ولها شبكة مستقلة عن مياه الصرف الصحي، وأغلب مناطق مسقط الآن هي
تم تأمين شبكات صرف صحي للدور وللعمارات وللبنايات ولكل الأشياء الموجودة، صرف صحي ويصرف إلى محطات تصريف تعالج المياه للصرف الصحي. شبكة مياه الأمطار يجب أن تكون بمعزل عن شبكة مياه الصرف الصحي، فقط عملها في الشوارع ويمكن السيطرة عليها وتصميمها وتنفيذها بالحدارات اللي تأمن جريان هذه السيول، ونجنب المدن أو نجنب مدينة مسقط والمدن المحيطة بها أو مدن السلطنة بشكل عام أن هذا المياه تتجمع في مانهولات أو تتجمع في بالوعات خاصة وعلى جانبي الطريق مثل هذه، حتى في المناطق اللي فيها سيول كثيرة حتى الرصيف يؤمن له مانهولات ونقاط تصريف لسيول الأمطار، وبالتالي هذا الرصيف أيضا انحدار نحو الشارع لكي تستقبل أيضا مانهولات كبيرة اللي تستوعب هذه المياه وهذه السيول. هذه هي صورة لكيفية التصريف بمعزل، يجب أن يكون أنابيب تصريف مياه الأمطار بمعزل عن تصريف مياه الصرف الصحي للدور، وحتى أنه المياه اللي تجي على السطوح تنزل بأنابيب خاصة ترتبط بمياه الأمطار الموجودة في الشارع. أما أنابيب الصرف الصحي داخل الدور فهي مؤمنة لها شبكة طبيعية اعتيادية توازي شبكة الصرف الصحي، وتكون أما نقدر نحصرها بكالفرد واحد، وهسه نجي على فيلم اللي نشوف شلون أنه نقدر نحصر خدمات الاتصالات وخدمات الكيبلات في الطبقة العليا، وكيف تحت أنابيب المياه وأنابيب مياه الأمطار وأنابيب مياه الصرف الصحي كلها في كوندويت واحد يحفر في الشارع. هذه التريتمنت ووتر ويست ووتر تريتمنت بلانت اللي مياه الصرف الصحي كلها توجه على هذه المحطات لكي تعالج فيزيائيا وتعالج كيميائيا، وبالتالي يتم أما استخدام قسم منها للسقي وأما القسم الآخر يتم في حالة قربة من البحر أو قربة من الأنهار، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي لأي كان من المستشفيات أو المعامل أو الدور أنه مباشرة إلى البحر، وإنما يجب أن يمر على محطات معالجة مياه الصرف الصحي لكي تأخذ طريقة فيما بعد لاستخدامات أخرى غير استخدامات الإنسان الاعتيادية. هنالك كود خاص موجود بالآيزو، هذا الكود الخاص بالآيزو طبعاً يعطينا بس مجرد أن نفاتحهم اللي هي International Standard Organization، بس نفاتحهم ونكتب لهم أنه إحنا عندنا كذا طبوغرافية، كذا عندنا مدننا تقع على بحر، كذا محتاجين بمناسيب للتصريف، يتم تزويدنا بالستاندردز وبالقياسات وبالجداول وبالأعماق الحفر والستاندرد العالمي اللي يجب أن يطبق وفق طبوغرافية المدينة اللي دا نشتغل بها، يعني أكو مواصفات آيزو جاهزة لكي يمكن استخدامها في معالجة شبكة مياه سيول الأمطار. هذه مدينة منطقة القرم اللي هي منطقة تقع على البحر، وشاطئ القرم هو حي نموذجي، وأعتقد بسبب تجمع السفارات سابقاً فيه قبل ما يصير حي السفارات الجديد، قامت بلدية مسقط بتخطيطه وتصميمه وتنفيذه في الثمانينات وبنجاح دون أن تتجمع أي قطرة ماء في أي شارع منه عند الأمطار. هسه قد ما تمطر بكميات بديستشارج عالي منطقة القرم لا تغرق، ولكن كان من الصعوبة
كان مفروض بنفس النهج هذا أن تكمل باقي مناطق مسقط، ولكن الظاهر توزع الأدوار بين جهات شتى أعتقد حال دون الاستمرار بهذا. ونحن هسه نقدر نشوف فيلم عن هذا العفو. لمنطقة القرم طبعا اللي يقول ما في تصريف في مسقط فهو غلطان، ما في نظام تصريف في مسقط، هذا الكلام غير صحيح. في نظام تصريف وقديم وراقي جدا، لكن وين؟ في منطقة الأثرياء في محافظة مسقط. هنا في هذا المكان اللي هو القرى في مجاري تصريف، انتم ما تتخيلوا تشمل كل هذا المكان، يعني مهما كان المطر عميق وكبير هنا ما راح تشوف اي تأثير للمطر. ليش؟ لانه في نظام، في تصريف حقيقي. هذا مثلا واحد من الممرات اللي تتصرف منه المياه، هذا المكان كامل في تصريف بشكل انتم ما تتخيلون. طبعا انا مستغرب، إذا نحن كنا نشتغل بهذا النظام قديماً وموجود، ليه ما كملنا عليه؟ وليه ما اشتغلنا على كل مسقط بهذا النظام؟ ترى هنا كلها أنفاق، هنا كلها أنفاق تصريف موجودة في هذا المكان في حي القرم اللي هو قريب من شاطئ القرم. فشيء غريب بصراحة، التصريف موجود، النظام موجود، وما في شيء غريب، لكن للأسف ما عملنا هذا التصريف إلا في هذا المكان، ما شملنا فيه كل الأمان. أنا أعتقد أنه لأنه كانت منطقة سفارات بالحقيقة، ولأنه منطقة سفارات والسكن أيضا للسفارات هو اللي دعا لإنشاء هذا التجمع اللي أو الشبكة نظامية وأصولية ومن الثمانينات، ولحد الآن ماكو أي غرق بمنطقة القرم. هذه الطرق البدائية بالحقيقة اللي تصريف المياه، يعني هذا التانكر مش قادر يشيل كمية مياه، واضح المجرمة للسيول، وواضح وممكن أنه إحنا نعزل هاي المنطقة ونبدأ بالحفر ونبدأ بالعمل لأجل تصريف هذه السيول المتجمعة. هنالك في مسقط في بعض المناطق كالفرد موجودة في وديان ومتصرفة أيضا باتجاه البحر، موجودة في بعض المناطق، يعني أكو وديان فيها تصريف، ولكن أيضا توجد وديان لا يوجد فيها تصريف، يعني الشنل أو الكنال التجمع في هذا الوادي، ولكن الوادي لم يعمل له تصريف مثل هذه الحالة. هذا بالحقيقة فيلم آخر اللي هسه أعرضه عليكم، اللي بس نشوف الحالة. هذا البريكاست كونكريت، البريكاست كونكريت ممكن صبه بأي معمل من معامل الكونكريت المتوفرة، وهذا عبارة عن طبقتين يتم الحفر في الشوارع اللي هسه مثل ما شفنا تجمع السيول بها، وبهذه الطريقة يمكن أنه نحفر بأعماق نأمن مستويين، مستوى لخدمات الكيبلات ولخدمات كيبلات الاتصالات، كيبلات الكهرباء، أي خدمات اللي هي هذا في الأعلى، وأي كيبلات هذا. وهنا تحت شوف أكو أنبوب لمياه محلات،
هذا أنبوب الوسطي لمياه الأمطار وهذا لمياه المجاري، ونشوف أنه كيف، بحيث حتى يمكن الإنسان أن يدخل لأغراض الصيانة أو لأغراض مدى أي خدمات. ومرتبط مياه الأمطار مرتبطة بمنافذ وببلاليع ممكن مع الشارع جانبي الرصيف، وهذه هي اللي تسحب المياه وتنزلها إلى المجرى الخاص بها. طبعاً هنالك طرق عدة أخوان لهذا التصريف حسب طبوغرافية المنطقة، ولكن هنالك مسائل أساسية مهمة تتعلق بهندسة الطرق وهندسة الشوارع، سواء إذا قامت بها البلديات أو قامت بها مديرية الطرق والنقل البري موجودة في وزارة النقل والاتصالات. هذه المفاهيم يجب أن تتغير، وهي عندما تكون هنالك على جانبي الطريق منافذ تصريف لسيول الأمطار، عند التبليط يجب أن نرفع المنطقة الوسطية للشارع. المنطقة الوسطية للشارع ترتفع قليلاً ويصير فيها سلوب انحدار نحو الجوانب، حتى أي مياه تأتي ضمن الشارع كلها تنحدر نحو الجوانب وتأخذها نقاط التصريف اللي هي فقط توديها إلى شبكة وأنابيب تصريف مياه الأمطار، ما تروح إلى شبكة أخرى. وهنا هذه نشوف عدة منافذ متعددة في حالة إذا كان الديسشارج أو الكمية كبيرة للسيول، راح تجي لهذه المناطق المانهولات، تكون عدة مانهولات على جانبي الطريق. ومثل ما قلنا الآن أنه يجب أن يكون منتصف الطريق مرتفع قليلاً، وحتى الأرصفة يجب أن يكون بها انحدار نحو هذه المانهولات، ومنتصف الطريق أيضاً السلوبس بانحدار هذه البالوعات على جانبي الطريق حتى ينزل الماء إلى الشبكة المخصصة له. هذه طريقة أخرى أنه على الرصيف يصير مانهولات، هذه مانهولات خاصة تتجمع فيها المواد الصلبة، تدخل منها المواد الصلبة، مثلاً أكو سيول تجيب معها قناني بلاستيكية، قطع حديدية، حجر، كله يتجمع من خلال هاي، وهنالك طرق خاصة للتنظيف من هذه المانهولات، علماً أنه موجود داخلها شبكة تمنع دخول هذه المواد الصلبة إلى المجرى أو شبكة مياه تصريف الأمطار. هنا بشكل أوضح هذا المانهول اللي هو يستقبل ماء الشارع ويستقبل ماء مياه الرصيف، وبالتالي هاي الفتحة اللي مرسوم عليها السمكة فقط يتجمع بها المواد الصلبة، ومن ثم يتم تنظيفها فيما بعد بطرق خاصة راح نراويها الآن بالسلايدات القادمة. هذا تجمعت وانعزلت عن المياه في مكان هذه الدخلة الجانبية حتى يتم فيما بعد عند الصيانة القيام بتنظيفها وصيانتها. الصيانة طبعا ركن أساسي لأي منظومة ولأي مشروع يتم تنفيذه، وعليه يتطلب الأمر أنه يجب أن تكون فرق صيانة تخصصية مهمتها فقط الصيانة الدورية على مدار أشهر السنة للمحافظة على استدامة هذه المشاريع المنفذة، لأن هاي انصرفت عليها فلوس هذه المشاريع، إذا لم نصينها فمعنى هذا ستبقى معطلة عن العمل وستبقى السيول في مكانها. ولكن يجب أن نسير بخط متوازي بين التنفيذ والصيانة وفرق الصيانة والمعدات اللازمة للصيانة. هذه معدات خاصة تقوم بشفط هذه المواد الصلبة اللي شفناها بشكل دوري ومستمر، خاصة خلال موسم مياه الأمطار، و
أيضا خلال أشهر السنة، لأنه تتجمع من الشارع بسبب هبوب الرياح، ويبدأون بشفطها وسحبها وتنظيف هذه المنهلات، لأنه لا قيمة لما سننفذ إلى أن لم تكن هنالك فرق صيانة دورية معتمدة لفقط شبكة مياه الأمطار. الشيء الأساسي والمهم الآن أنه إحنا نركز على مسألة الاستنتاجات والمعالجات واللي راح يتم حوارنا بها، حتى لا نأخذ الوقت الكبير فقط في المحاضرة وإنما في الحوار وتغطية الأفكار. عسى ولعل هنالك أفكار تصحيح لما أنا تكلمت به، إضافات، نهج جديد نحن اعتمده في هذه المسألة المهمة الاستثنائية اللي يجب أن تعالج بإطارات وبحوكمة خارج التعليمات الاعتيادية والضوابط الاعتيادية لإحالة المناقصات. فهذه الأزمة هي مو فقط مقتصرة على سلطنة عمان، هي حالة تتعرض إليها أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك الدول العربية. ولكن لازم نسأل أنفسنا ليش إحنا ما نصير متقدمين متطورين مثل الدول الأوروبية أو الدول اللي نطلع إليها وعشنا بها فترة زمنية وشفناها أكو أسابيع كاملة ليل نهار الأمطار تسقط ولكن ما تشوف قطرة ماء هناك. فإذا هي ضرورة عمل منظومة شبكة مياه أمطار مستقلة سبرت من منظومة المياه الصرف الصحي، ليس لها علاقة بالصرف الصحي لأن هاي مياه عذبة، ومياه الصرف الصحي تروح إلى مجمعات معالجة، وهذه تعمل بموجب انحدارات مثل ما شفنا بالصور، وحسب طبوغرافية كل منطقة تقاس المناسيب، وبكل منطقة فيها بالوعات تصريف موزعة بشكل نظامي وبموجب تصريف حسب أحجام السيول. أكو مناطق فيها كميات أحجام سيول كبيرة وكميات أمطار تهطل بها كبيرة، وبعدين يتم أخذ الإحصائيات من دوائر الإرصاد لكميات الأمطار لكل منطقة. ضرورة إيلاء هذا الموضوع الأهمية في التخصيصات المالية السنوية سواء للتنفيذ أو للصيانة، وبالتالي سنحافظ على بنى تحتية مهمة. والأهم هنالك بعض الأحيان خسائر تصير في الأرواح عندما تجرف دور، هنالك دور في الضواحي انجرفت نتيجة السيول، وأيضا أرواح راحت، وإذا انجرفت الدور القديمة، لهذا يجب أن تكون حلول استثنائية لهذه المسألة المهمة، مثل ما إحنا ننشئ مشاريع مهمة ومشاريع استراتيجية تواكب تطورات التكنولوجيا، تواكب الحداثة في العالم، تواكب التنمية المستدامة اللي مقررة 2040 لمسقط ولمدن السلطنة. وبحالة مدينة مسقط، هاي المدينة الجميلة بنظافتها وسواحلها البحرية وجبالها، عليه يجب إيلاء الموضوع الأهمية الاستثنائية في استثمار وقوعها على البحر مباشرة، أي أن التصريف كله سيكون باتجاه البحر لاستقبال أي أحجام سيول تحدث في كل منطقة. هنا إحنا رح نتكلم على مسألة أنه استحداث هيئة مستقلة لهذه المهمة عن بلدية مسقط، ولكي تتفرغ بلدية مسقط للدعم لمشاريعها الأخرى، وتكون هنالك هيئة مستقلة مهمتها شبكة تصريف مياه السيول الأمطار، وتكون لها التخصيصات المالية وتكون لها الصلاحيات والدعم المادي والمعنوي، وفقط مهمتها معنية بالتصميم والتنفيذ لشبكات تصريف سيول مياه الأمطار، والعملية لا تحتاج إلى شركات أجنبية ولا مقاولين من خارج البلد من خارج السلطنة، وإنما تعهد إلى المقاولين المحليين. وبموجب ذلك أنا أقترح أن يتم تقسيم مدينة مسقط إلى 5 قطاعات أو 6 قطاعات، يتم اعتماد هنالك دراسة استشارية
موجودة في بلدية مسقط معدة لهذا الغرض، لكيفية المناطق والسيول وأحجامها ومناسيبها وحلول دراسة استشارية موجودة في بلدية مسقط وتشمل كل الحلول والمقترحات. أنا في رأيي إذا قسمنا مسقط إلى 5 أو 6 مناطق وندعو دعوة مباشرة لـ5 مقاولين متخصصين ونزودهم بهاي الدراسة الاستشارية، وكل مقاول نزوده بمنطقة، نعهد إلى منطقة محددة، هنالك الخوير تغرق، الغبرة تغرق قرب فندق شيدي، هنالك الخوض تغرق أيضا، المعبيلة، هنالك مناطق تقسم، والمقاولين يقدمون لهذه الهيئة التصاميم التفصيلية كل حسب منطقته، إذ بعض المناطق تحتاج عبارات صندوقية بريكاست، بعض الآخر أنابيب حسب ما شفنا بالصور، أو أي قنوات تصريف حسب طبوغرافية كل منطقة، ويكون التصريف لكل الوديان باتجاه البحر مباشرة، ولا يسمح بأي تجمع للمياه في أي من الوديان واللي تعتبر ممرات للمياه إلى البحر. في هذه الحالة يجب أن نفكر، هذه الحالة الغير حضارية نعتبرها، أنه يجب أن نفكر ونفتكر طرق خارج الصندوق، أي خارج صلاحيات حالة المناقصات، لأهمية الموضوع والسبب. بحالة المشاريع الاستثنائية يجب أن نعتمد صلاحيات استثنائية حتى ننقذ مسقط الجميلة من هذه السيول ومن هذه البرك المائية المتجمعة اللي شفنا بالصور أنه نسحبها بتنكرات الماء، وهذه حالة غير حضارية. ونعتمد مبدأ التنافس بين المقاولين، أي بمعنى أي مقاول ينجز عمله بسرعة في القطاع اللي يعمل به وموجب المواصفات المطلوبة وينجز عمله ضمن الجدول الزمني المقرر له، يسلم له عمل لقطاع آخر لمقاول قد آخر متأخر أو متكئ في عمله في تطبيق المواصفات أو في البرنامج الزمني كما ينبغي. وبالتالي عند إنجاز العمل ككل بكل مدينة مسقط يتم إلغاء هاي الهيئة اللي قلنا أن نستحدث هيئة خاصة فقط لمعالجة سيول مياه الأمطار، ويسلم العمل إلى بلدية مسقط لتأخذ على عاتقها مهمة الصيانة الدورية المعتمدة بموجب المواصفات العالمية، ولكي تحافظ على منظومة التصريف بشكل نظامي وأصولي. يعني أكو يوجد الموضوع اللي أهم، ضرورة شمول كافة عقود المشاريع الجديدة لكافة وزارات السلطنة. أقترح أنا أن يكون هنالك توجيه مركزي وملزم أنه أي تصاميم جديدة لأي تطوير عقاري مهما كان نوعه أن يتضمن مع شبكة صرف لمياه الأمطار والسيول حول المنطقة التي يشيد بها، يعني تدخل فقرة أساسية ملزمة، وكذلك عدا الشبكة المستقلة للصرف الصحي للمشروع. مثلا قبل أيام تم توقيع عقود من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمشروع صروح للتطوير العقاري والمحطات الخدمية تقريبا بأربع مناطق بمسقط، وهذا يحتوي على 1500 دار وطرق ومدارس وجامع ومنظومة صرف صحي. سؤالي هنا إلى أصحاب الاختصاص في وزارة الأسكان دار التخطيط العمراني، هل هنالك منظومة شبكة تصريف مياه سيول الأمطار من غير منظومة الصرف الصحي لهذه المدن اللي راح تؤسس ضمن هاي العقود الموقعة في الشوارع المخطط لها، مثال ذلك في حلبان والعامرات ومناطق أخرى؟ إذن يجب أن تكون هنالك ثقافة عندنا عامة للجميع، أصحاب القرار، المخططين، المهندسين، المصممين، دراسة الجدوى الاقتصادية، استشاريين، مقاولين، أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار مع كل مناقصة. يجب أن تتضمن كل مناقصة شبكة صرف صحي مع المبنى اليشيد، بحيث أنه من تحت هذا المبنى أو من الشوارع المحيطة بهذا المبنى تؤسس شبكة وتصرف مياه الأمطار
لأقرب وديان أو الوديان طبعاً اللي أقصد بها اللي فيها كالفرت إلى البحر مباشرة. والسؤال الأهم عندي أنا، لماذا لا تستثمر المساحات المنتشرة في أرجاء مسقط والمسمات وديان إذا لم تكن مرتبطة بمنظومة شبكة تصريف إلى مياه البحر؟ القسم القليل منها مرتبطة بصناديق كونكريتية. إحنا هدفنا مو نجمع مياه الأمطار. يمكن بالخارج شفنا بحيرات وفيها شبكة تصريف مياه الأمطار والثلوج عندما تذوب وتنزل إلى البحيرات، والبحيرات حولها أشجار وغابات ولتلطيف المنطقة. لكن بالنسبة لوضعنا أنا أقترح إنه هذه الوديان يجب أن تستثمر بمشاريع حكومية أو استثمار خاص بعد بيعها، وإلزام الجهات اللي تبني أي مشروع بيها أن تعمل شبكة تصريف مياه أمطار مع كل مشروع ينفذ وإيصاله إلى البحر. مثلاً عندنا مقابل مسقط جراند مول أو قرب فندق شيدي في شارع 18 نوفمبر. طبعاً ولا أقصد هنا المحميات وإنما الوديان المحصورة وسط العاصمة، لا داعي لها. أنا برأيي أن تباع وتستثمر في مجمعات سكنية أو مجمعات تجارية أو أي شيء، ولكن يشترط أن تعمل لها شبكات صرف صحي تحت الأرض، كما شفنا بالفيلم اللي عرضناه كيف الصناديق تكون تحت الأرض ومسرحة بانحدارات نحو البحر. أرجو أن أسمع ردود الفعل والآراء لمقترحاتي أو أي إضافات أو تصحيح من المختصين. قد تكون هنالك خطة في خطة 2040 لغرض المحافظة على رونق هذه العاصمة الجميلة مسقط، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا لك، شكرا مهندسة على هذا الشرح الوافي، ونفتح المجال الآن للأسئلة. ضيوفنا الكرام بإمكانكم المشاركة عبر الشات أو عبر إشارة رفع الإيد الموجودة على الزوم. طيب نأخذ مداخلة من الدكتور عوني، تفضل. شكرا جزيلا. أنا أشكر الست المهندسة زهار على هذه المحاضرة القيمة المعززة بالوثائق والمعلومات، وأيضا يدل على حبها الشديد لمسقط، وبارك الله فيها. حقيقة أنا في جامعة السلطان قابوس، أنا أستاذ في جامعة السلطان قابوس، مثال الصرف مياه الأمطار مثال جيد في جامعة السلطان قابوس، لأنه يتبين بأنه التصميم الأساس وقبل تنفيذ المباني قد عملت شبكة من التصريف الطبيعي حسب الميل والطبوغرافية مال الموقع، فتوجد الآن قنوات شغالة كلها مفتوحة لكن مدروسة بصورة جيدة. وحقيقة دعيت أخي الدكتور غازي الرواس، بس ظهر انشغل لأنه عنده دراسات كاملة حول فلودينج في مسقط، وأنا أعتقد المهندسة أزهار ذكرت يعني كل توجد معلومات كاملة عن مسقط. إحنا عندنا مشكلتنا التنفيذ. سأتحدث عن الأحياء الجديدة لأنه ما أريد أكرر الكلام السابق. في الأحياء الجديدة الآن توزع أراضي بطريقة واسعة تسببت في امتداد أفقي هائل، ويفترض بعد تحديد وتقليل مساحة قطع الأراضي يفترض في كل حي جديد تعمل دراسة طبوغرافية لارتفاعات وانخفاضات المنطقة، ويعمل قنوات طبيعية. طبعا الحفر والكالفر هو الحل الآخر، بس أنا أتكلم عن الحل الأول الأبسط. بالمناسبة نحن نستطيع أيضا أن نجمع بعض مياه الأمطار في المسائل وخزنها في خزانات طبيعية تعمل حولها متنزهات، لأنه أيضا نحن في حاجة ماسة إلى المياه، ومياه الأمطار ممتازة. أمثلة كثيرة في العالم بحيث طبوغرافية المواقع في كوالالمبور على سبيل المثال، وكيفية جريان مياه الأمطار، وعندهم أمطار غزيرة. أنا أعتقد توجد حلول قريبة باليد، وأنا أشكر
المهندسة أزهار على إثارة كثير من النقاط، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور عوني على مداخلتك. طيب مداخلات أخرى، يوجد مداخلة من عبر الشات، إذا نأخذ نقرأ بعض المداخلات عبر الشات. طيب مداخلة من الأستاذ فارس راشد يقول: هل من الممكن استثمار بعض من سيول الأمطار لخزنها واستعمالها في أوقات قلة الأمطار والمياه أو لأغراض الري أو إعادة استخدامها كمياه شرب أو تنمية المناطق الصحراوية؟ كان هذا سؤال المهندسة أزهار، إذا تحب تعقبي على أو ترد على السؤال. أي نعم، أولا شكرا للدكتور عوني للإضافة وللتعقيب. بالحقيقة فعلا الشبكة الموجودة في جامعة السلطان قابوس موجودة، وأيضا في مجمع الموج، مدينة الموج. مدينة الموج تعقيبا على مداخلة الأستاذ فارس، نعم يمكن استثمار هاي السيول بالموج، هنالك تجميع لمياه الأمطار وإعادة استخدامها في السقي بشبكة موجودة داخل الموج وتستخدم لسقي المزروعات، وطبعا قسم منها الفائض يروح إلى البحر لأن هي مياه عذبة ما يحتاج لها معالجة مثل مياه الصرف الصحي. فنعم ممكن التجميع، وأنا عرفت أنه في بعض المناطق بالحقيقة الصحراوية أو المناطق اللي بالمدن خارج أو خارج المدن هنالك بعض البيوت مسوين أحواض داخل حدائق بيوتهم يجمعون بها مياه الأمطار لكي يستخدموها في السقي أو يستخدموها عند الحاجة، أكو موجودة هاي الحالة. فنعم ممكن استخدامها وإعادة، يعني أكو منظومة تجمع مياه الأمطار ومن ثم تبردها وتضخها مرة ثانية في لعمارات سكنية لكي يتبرد الأرضيات، وأكو العكس تجميع مياه الأمطار وتسخنها، وأيضا أكو مجمعات سكنية في تركيا أنا لمست أنه الأرض ساخنة، بعدين من استفسرت عرفت أنه يجمعون مياه الأمطار في مجمعات خاصة يتم تسخينها وضخها في طوابق البناية من أجل تسخين الأرضية والتقليل من صرف الكهرباء في تشغيل الدفايات أو اللي نسميها الصوبات الكهربائية أو التدفئة، وسائل التدفئة. فهنالك وسائل كثيرة عالمية موجودة ممكن اللجوء إلها لأجل استخدام، إعادة استخدام بالحقيقة مياه الأمطار. هذا التعقيب على للأستاذ فارس. شكرا جزيلا. أستاذ حجي آدم تفضل، هل لديك أي مداخلة؟ طيب هناك مداخلات أو مداخلة من الأستاذ وليد الزجاني يقول: شكرا لكم على هذه المحاضرة، أتمنى أن تجلسوا مع المسؤولين ببلدية مسقط وتقديم هذا الاقتراح، وهناك أيضا مشاريع لدى البلدية وقد تم مناقشة هذا الموضوع مع أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية والسكان حول منطقة دارسيت خاصة. هذه كانت مداخلة من الأستاذ وليد الزجالي. أيضا مداخلة أخرى من الأستاذ محمد عثمان يقول: هل لدينا تقدير لحجم مياه الأمطار التي تسقط على مسقط ومحافظات السلطنة؟ هذه بعض من المداخلات، إذا أحببت التعقيب عليها المهندسة تفضلي. بالحقيقة أنا أثني على مقترح الأستاذ الفاضل وليد السجالي، يجب أن تكون هنالك استجابة من بلدية مسقط أو خلينا نقول من أصحاب الشأن، يجب أنه الآن
الآن أن تكون هنالك هيئة مستقلة مثل اقترحت بالمقترحات، هيئة مستقلة لها من الصلاحيات والاستثناءات والتخصيصات المالية والكوادر، وتبدأ من الآن تبدأ في معالجة هذه الأزمة. أنا بالذات في إحدى السيول قرب منطقة أسواق البهجة اللي هي قلب مسقط، وبالشارع المؤدي إلى مجمع الموج، أنا انجرفت السيارة اللي نحن فيها وانركنت على الرصيف، ما قدرنا نسيطر عليه من هول السيول. هذه المنطقة منطقة حساسة مهمة، وبانحدار دباوة على السيل ده يجب انحدار. أنا مثل ما عرضت بالفيلم التصويري، لماذا لا نحصر هذه المنطقة ونبدأ بالحفر فوراً، ونعهد إلى مقاولين محليين بصلاحيات استثنائية، تخصيصات مالية استثنائية. أنا أشوف أن هنالك مشاريع عملاقة تقوم بالبلد هنا، مثل الهيدروجين الأخضر، المباني الخضراء، الذكاء الاصطناعي، مشاريع بالدقم. أنا ليش ما أفرض على هذول الناس أن يأسسوا لي شبكات تصريف مياه في مناطق مسقط وفي المدن اللي هم دي يشتغلون بيها، خزائن وغير خزائن، يعني الفرض في الاهتمام بهذا الجانب. ويجب الجلوس مع بلدية مسقط لحل هذه الأزمة، أو لمن أعلى من بلدية مسقط في التخصيصات المالية المطلوبة، والخروج عن صندوق الصلاحيات والإحالة مع المناقصات واللي تأخذ لها فترة زمنية بالتفاوض وبالأمور، ما دام أكو أساس لدراسة استشارية موجودة في بلدية مسقط لهذا الموضوع. وأنا متأكدة من خلال عملي 10 سنوات في وزارة النقل والاتصالات على مشروع السكة الحديد، وأيضا ضمن المسح اللي قامت به شركة أجنبية لعموم مسقط، أيضا هنالك وديان وهنالك كالفرد وهنالك أيضا جسور تعبر هذه الكالفرد والوديان من أجل أنه موجودة منطقة السيول تتجاوزها. فعندي خبرة في هذا المجال، أنه يجب أن نتجاوز هذه الحالة، وما نخلي مسقط الجميلة تغرق في كل سقوط مطر، حتى نعبر عن حالتنا أنه إحنا نبرر لا نوي هاي المشاريع المتطورة المتقدمة والاستثمارات. ومثل قبل كم يوم وقعنا عقود مع عاهل مدينة الصروح، عقود استثمارية طبعا، هذه أنه ندخل شبكات تصريف المياه لكل مشروع جديد. بالنسبة لمداخلة الأخ محمد عثمان، نعم يفترض دوائر الإرصاد الجوي لديها تقدير كامل، ولا أنا كيف أنا أسوي كالفرد بحجم معين أو قناة مفتوحة مثل ما شفنا بالفيلم مع القرم، أو أسوي صندوق مغلق، أو أعتمد أنابيب متعددة لاستيعاب السيول إذا ما أعرف الأحجام. فالأحجام أستلمها من دوائر الإرصاد الجوية، لأن هناك عندهم أجهزة وأجهزة تحسس خاصة لحساب مناسيب مياه الأمطار في كل منطقة، فيمكن الاستفادة منها في التصاميم وفي إعداد المواصفات لكل نوع انحدار ولكل نوع سلوب للمنطقة باتجاه البحر. شكرا جزيلا، شكرا المهندسة. طيب مداخلة من الدكتورة هناء أمين، فضلي دكتورة هناء. أوكي. السلام عليكم. لو سمعتوا بصراحة مو سؤال ولكن تعقيب. طبعا السلطنة وضعت الاستراتيجية العمرانية، وسبق أن مجلس الخنجي استضاف الشخص المسؤول عن عرض الاستراتيجية العمرانية لكل محافظة من محافظات السلطنة. فأعتقد مثل هذا الموضوع يجب أن يكون ضمن هذه الاستراتيجية العمرانية. هذا واحد. اثنين، السلطنة أيضا موقعة على خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، وأحد الأهداف ما أتذكر رقم الهدف هو المدن المستدامة، والمدن المستدامة بها هذا الجانب اللي هو مياه الصرف الصحي، سيول الأمطار. فأيضا يعني السلطنة إذا هي موقعة على هذه الخطة
فبنهاية يعني 2030 مفروض تحقق الهدف اللي هو يتحدث عن المدن المستدامة، فهذا يعني موضوع مهم وفعلا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وشكرا. تسمحي لي أخت ريهام أعقب على ما تفضلت به دكتورة هنا؟ نعم أكيد تفضلي. هي كلها نعم موجودة دراسات، موجودة أفكار، آراء، ناس كثير طرحت وجهات نظر. إحنا نريد على نحول هذه الأفكار والآراء الآن إلى أرض الواقع. أنا صار لي 16 سنة في مسقط وهذه الحالة تتكرر سنوياً. هذه الحالة تتكرر سنوياً في حين السلطنة قطعت شوط في موانئها، في اللوجستيات، في مشاريع استراتيجية كبيرة. هذه المسألة يجب أن أوليها اهتمام، أحولها من أفكار وآراء وخطط بعيدة المدى إلى خطط آنية تنفيذية تتبناها الدولة في التخصيص المستقل المالي. عندما راح يكون التخصيص المالي المستقل والصلاحيات الاستثنائية لمعالجة هذه النقطة؟ يعني إذا تجينا شركات استثمارية إذا يجونا أجانب وإذا ترسي بواخر في السلطنة وفيها أجانب، لازم ما يصير منطقة مطرح بهذا الشكل بالصور اللي عرضتها، ما نقبل. لازم هاي مسقط الجميلة تبقى جميلة ونظيفة وأمينة وما تأسيول تجرف السيارات في قلب مسقط. فهسه الموضوع منحصر في كيفية التنفيذ وتحويل الأفكار والآراء والدراسة الاستشارية الموجودة إلى أرض الواقع. كيف؟ تخصيصات مالية، صلاحيات، استثناءات، خروج خارج الصندوق الاعتيادي لحالة المناقصات، ومن ثم البدء بالعمل فورا. هذا هسه المطلوب أنا من وجهة نظري. شكرا جزيلا، شكرا دكتور هناء، شكرا مهندسة على التعقيب. طيب هناك مداخلة أخرى من الأستاذ رائد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نشكر القائمين على مجلس الخنجي على استضافة مثل هذه الندوات والحوارات القيمة، كل التقدير للمهندس أزهار على طرح هذا الموضوع القيم وصياغته وتقديمه بشكل علمي ومهني للطرح. كما ذكرت مهندسة لطرح مناطق للمقاولين رأي المتواضع، هل ممكن طرحها كاستثمار من شركات لتجميع هذه المياه والاستفادة من ريعها بدل من تصريفها إلى البحر؟ أعتقد هذا هو المعمول به في أمريكا ودول أوروبا. وفكرة أخرى ممكن تطبيقها حيث نجحت من سنين في الأردن، حيث الكثير من المنازل لديها بئر مياه بحيث تتجمع فيه الأمطار وتستفيد منه في الري والتنظيف وغيرها. جزاكم الله خير. أتوقع أنت كان مريتي على جزء من هذه الأفكار، ولكن إذا تحب ممكن تعقبي على الجزء الأول اللي هو الاستفادة من ري التجميع. أيوة والله أنا أشوف يعني مثل هيك مشاريع ما أنتظر تجيني استثمارات بها من مقاولين، بعدين الاستثمار من يجون المقابلين العفو، يجب أنه شلون يردون العائد شلون يردوه لشغلهم وعملهم. هذه المسألة لا، هذه بنى تحتية لدولة لبلد يجب أن يترصد لها مبالغ وتخصيصات آنية وتنفذ عن طريق دعوة مقاولين محليين، ونبدأ بالتنفيذ، نبدأ بالتنفيذ الميداني من قبل أي هيئة كانت، من بلدية، من هيئات مستقلة، تنشأ دائرة مستقلة لهذا الموضوع. الموضوع يعني أنا أحس بي أنه موضوع مهم وأساسي ورئيسي في أنه ما ننتظر تجي استثمارات، لأنه المستثمر كيف سيسترجع رأس المال اللي صرفه سواء مقاول محلي أو خارجي بأي طريقة؟ يعني صح هاي مياه أمطار ونقدر يعني هي نستفاد منها للسقي أو لبعض المعامل الصناعية أو لبعض مستلزمات البناء، مراحل البناء، ولكن ليس فلن ترجع بالعائد للمستثمر.
ولا نحتاج مستثمرين من الخارج ولا من الداخل، وإنما مقاولين. هسه الشوارع من دا تبلط ناخذ فلوس أو نجيب مستثمرين لها، بس بتركيا هسه من دا يبلطون شوارع ويبنون جسور، يخلون هاي الأقواس ويخلون علامات إنه كل سيارة تفوت يقص منا مبلغ، يقطع منا مبلغ مبلغ اللي نفذ به الجسر أو نفذ به الشارع. اللي بالنسبة لشبكة تصريف المياه، لا أنا شفت في تركيا حتى الأرصفة بها منحلات مثل ما عرضت بالصور، حتى الأرصفة وبانحدار الرصيف منحدر نحو جوانب الطريق، والشارع مبلط بحيث من تنظر للشارع المرتفع الوسط الشارع مرتفع، والانحدار أيضا نحو المانهولات الموجودة على جانبي الطريق، والمياه تجمع. لكن هم مسوين في أطراف إسطنبول بحيرة كانت منطقة أزبال وكانت منطقة وادي، أزالوا الأزبال وأزالوا ونظفوها، وصار تجميع كل الأنابيب المياه للأمطار السيول تنزل في هذه، وزرعوها بغابات ومزارع حولها وصارت منطقة سياحية. فإحنا لازم ننهج هذا النهج في التنفيذ السريع والآني لمعالجة هذه المشكلة الأزلية، لأنه راح نحاسب من الأجيال القادمة أنه لحد الآن بعد 10-15 سنة أنه إيش سويتوا لنا، خلصتوا مسقط من هاي السيول. وحتى بالمحافظات يعني تطبق نفس المنهجية في المحافظات، ما دام هنالك خطة قد نفذت في منطقة القرم وفي مناطق أخرى من مسقط، إذن هنالك الإمكانية لعمل وتنفيذ شبيه لها لهذه الشبكات، وحسب طبوغرافية ومناسيب كل منطقة في استخدام الطريقة للتصريف إلى مياه البحر. شكرا جزيلا مهندسة. مداخلة أيضا من مداخلة من الدكتور محمد الرزيقي. طيب نقرأ المداخلة، يقول: شكرا أختي المهندسة على محاضرتك الرائعة، في نظركم الوقاية من مياه الأودية وتصريف الأمطار متلازمتين في مسقط، هل السدود بالتزامن مع معالجة مياه الأمطار، هل هذا السيناريو للحفاظ على صحة مجسمات التصريف لمياه الأمطار، حيث معظم الأودية من المحافظات المحاذية تقام فيها السدود للحماية؟ أي نعم، طبعا ملاحظة جيدة. نعم، في مناطق السيول القوية نعم يجب أن تكون هنالك خطة سدود. يعني هذه المسائل تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية. مناطق يعني أنا كلتنا شفنا بالأفلام وبالبوست تجينا كيف السيول تجري في بعض المحافظات غرق رهيب وسيول قوية وجرفت أبنية معها وسيارات، ويعني أثرت على حركة الحياة الاقتصادية بمجملها. نعم هنالك يجب أنه تنشأ في بعض الوديان في بعض المناطق سدود لحبس هاي المياه، ومن ثم إعادة الاستفادة منها للسقي المزروعات، لمسائل أخرى، لمشاريع، أو إطلاقها بوقت الجفاف. هناك تصير فترات جفاف لا توجد أمطار وإطلاقها لهذه من خلال السدود. هذه تتبع احتساب المناسيب، مناسيب المياه اللي نحصلها من الأرصاد الجوية، لأن هنالك أحجام مياه وأمطار تأتي من الجبال بانحدارات قوية وتنزل بسيول قوية وبسرعة عالية. فهذه مثل هيك سيول يجب أن تفكر الدولة بالتخطيط، يعني هيئة التخطيط، أكد التخطيط العمراني، أكد أصور هيئة خاصة للتخطيط أو وزارة خاصة للتخطيط، أنه خطط لإنشاء سدود موجودة. طبعا سدود عندكم في المنطقة أيضا في سلطنة عمان لحبس المياه، وعمل أيضا خزانات ممكن الاستفادة منها. وبعدين حتى مياه الأمطار هي مياه عذبة، ممكن معالجتها وإعادة ضخها في المناطق اللي ما توصلها مياه حلوة. ممكن نعم فكرة أنه تكون لمسألة
إنشاء السدود بخط متوازي مع شبكات تصريف سيول الأمطار. شكرا جزيلا لك وشكرا دكتور محمد. طيب ننظر إذا كانت هناك. طيب شكرا جزيلا. هل هناك أي مداخلة أخرى ضيوفنا الكرام قبل أن نختم جلستنا لهذا اليوم؟ طيب إذا لا يوجد هناك مداخلات، المهندسة أزهار استمتعنا بهذه الجلسة معك ولك الكلمة الأخيرة قبل أن نختم جلستنا. أولا شكرا جزيلا للحضور، شكرا للمداخلات اللي أضفت إضافة نوعية، وأرجو أنه يصل صوتنا إلى المسؤولين من أجل إيلاء هذا الموضوع الأهمية. وأريد وأعيد وأكرر أنه أنا في الاستنتاجات والتوصيات إذا ممكن نطرح فكرة الاستفادة من هذه الوديان الموجودة في منتصف في مناطق متعددة من العاصمة مسقط. هذه الوديان كيف نعالجها، كيف نستثمرها، كيف نبيعها، كيف نستفاد من مبالغ استثمارها في إنشاء مجمعات سكنية، ونفرض على هؤلاء أن ينشؤون شبكات تصريف مياه وفق المناسيب وإيصالها إلى البحر. همنا إحنا حصلنا بعنا هاي الأراضي وحصلنا فلوس وأنشأنا مشاريع فيها أي مشاريع كانت، وبالتالي أيضا حصلنا من هؤلاء المقاولين أو المستثمرين إنشاء شبكات تصريف توصل مياه السيول اللي بكل منطقة حول المنطقة. يعني الخوير إلى متى تظل تغرق؟ الغبرة إلى متى؟ العذيبة إلى متى تظل تغرق؟ فهذه موجودة بمنتصفات أراضي منخفضات وديان. أؤكد على هذا المقترح، وعسى ولعل أجد أذانا صاغية لأجل استثمار هذه الوديان لأغراض أخرى تعود علينا بالنفع من جميع الاتجاهات. وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. ضيوفنا الكرام وصلنا لنهاية جلستنا اليوم. نشكر المهندس أزهار على هذه الجلسة المثرية، والشكر لكم ضيوفنا الكرام على حضوركم ومشاركتكم معنا. هذه الجلسة مسجلة وسيتم بثها على قناة المجلس على اليوتيوب. شكرا لكم، نلتقيكم السبت القادم بإذن الله مع موضوع وضيف جديدين. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا، في أمان الله.